في الفقرة الإخبارية التي تداولها الشباب العراقي عبر مختلف مواقع التواصل، والموضوع الأول خدمي وبيد الناس، وكذلك الموضوع الآخر، بمعنى بعدما فقد كثير من العراقيين الأمل بأي حراك رسمي على مستوى المؤسسات أو الوزارات من أجل إصلاح الخلل الموجود والمتفشي في مفاصل العراق، بعدما بعث الكثير من المواطنين برسائل استغاثة، برسائل من أجل إصلاح شوارع، من أجل إصلاح مدارس إلى آخره، ولم يجدوا أي أذن مصغية لشكاواهم ومناشداتهم، كان من اللازم عليهم أن يقوموا، أي المواطنون، نتحدث هنا عن المواطنين، كان من الواجب عليهم، أو هم استعدوا وليس واجبا عليهم طبعا، هذا تطوع من المواطن، أن يقوم بإصلاح ما أهمله المسؤول للأسف. الآن إلى مواطن من البصرة يقوم بحفر وإخراج أغطية الصرف الصحي التي دفنت بسبب الإهمال المتعمد لمشروع المجاري في البصرة. هاي بلوعة. وين الغطاء؟ الناس المياحي، المياحي تقول مغطى البلوعة، غطى مواقع. هاي البلوعة، هاي البلوعة انت مغطيها؟ ودكم انتم تبقون حرامية وكذابين. السلام ورحمة الله. هاي حلق مال بلوعة، شوف. تعال بابا جيبي جيبي.